مسؤول أول على المؤسسة اسم السؤال الأولاني اللي طرحه علينا الطالب ولدنا اللي هو في ماجستير المهني تأخير البناية الفرعية اللي موجودة بالمعهد العالي الإعلامية بالكامل. احنا عندنا مبنى في برنامجنا مش نتحصلوا عليه باش معناها الطلبة نتاعنا، لأن المؤسسة دي تقريب فيها ما يقارب على 1300 طالب، ماهوش معقول معناها مش يقراوا في الظروف اللي يقراوا فيها تويكا. لكن كذلك لابد تحية شكر للطلبة وممثلين الطلبة اللي صابرين، وهذا يلزم نقولوه، ويقرأوا في ظروف ماهيش طيبة، وهذا أتحمل مسؤوليتي في الكلام هذا. لكن لقينا منهم معناها كان التعامل، وكان تحصلنا نحن على المبنى هذا. ممكن ياسر كانت الدروس تصير في ظروف طيبة، ممكن ياسر ثم معناها قاعات للمراجعة للطلبة الماجستير رأي ثم معناها، لأنه المبنى بكل صدق وفيه عديد وعديد من الخصال، فيه معناها مدرج كبير ياسر يهز تقريب فيه 150 طالب، عندنا 8 قاعات كبيرة، عندنا مشرب اللي المؤسسة اليوم ما عندهاش بيفات، قاعة رياضية، معناها كل صدق هو كسب لكسب المؤسسة. إن شاء الله إن شاء الله احنا نأملوا باش الإشكاليات هذه تتحل في أقرب وقت، وإن شاء الله ماذا بينا منا الجوان باش نتسلموه رسميا، باش إن شاء الله العام الجاي معناها تكون معناها البداية للسنة الجامعية المقبلة تكون بداية طيبة، وخاصة طلبة الماجستير يوليو يقرأوا في ظروف طيبة. بالنسبة لحكاية الماجستير متاع في بالك، وأنت اتجاه اليوم ما تعرف الماجستير تاع الألوان مع طلبة اللي قريب، الإشكال الوحيد في الماجستير هو هي خاصة هي أول مرة يعطونا الماجستير، معناها لا بغيت 19 شهادة أو لا. عندنا مشكل كبير في المعهد تاع البناية، البناية الفرعية للناقص هذايا عندنا فيه في ويتصال بالمنظومة، وفما حاجة باهية ليش المشرب وبنية باهية عصير من تقريبا من 800 مليون. المشكل اللي هنا هو تأخر تسليم البناء، تو مشكل زادة في الماء، مشكل في الضوء، المقاول تاع الضوء حسب ما سمعنا التجهيز اللي خلى الخدمة ومشى، والضوء مثلا مشكلة المشكل تاع الماء والضوء. وكيف كيف الدنيا لما نمو كامل حسن يحكي كامل، مازال الريسبسيون بركة يزمي قد وقت الابواب. بالنسبة جماعة الماستير أنا طلوع الماستير وقعوا في إشكالية كبيرة، مش نجو نقرروا ما نقوش فيه، دار نفكوا في الصالات اللي جماعة اللي يسعوا في الدار نتحيلوا مع المارة عالي، دار نفكوا في قاعة المراجعة دار ودار معناها نتحيلوا مع الأسيادة بالله يا أستاذ تعمل مزيج قاعدة في سيون صغيرة ومعناش صالة وكذا، والأسيادة معناها تحسن يتعاملوا معنا. لكن لا غير ما بلي دي حين ما تمش ما لقيناش ان بون سوبسيون باش نسلكوا اثناء للتو تقريبا تو في 12 مارس تو ما ثم حد شيء. نحن كإدارة وانا معناها كان احنا في جيستيون تاع المصير نحس اللي الدولة تاع التعليم العالي مقصر على الاخر تجاه المعهد الماجستير هذايا وافقوا عليها في سبتمبر وقبلونا معناها جوسكا نوفمبر باش بدينا اوفيسيالمون باش نقرو رسمنا وكذا. يعني كأيها طالب يعرفوا انه معناها كمدام هبط الماجستير هذه يعني فما اللوكال هذا حضر نورمالمون ورانا بدينا نقرو فيه، ما رانا انه جينا نقراو نلقاو فهمتي الاشغال مازالت راكم تشوف معناها مازالت الاشغال، والمشكل وانه الاشغال اسكو مش تكمل حتى العام السنه تم ولا كيفاش معناها تو حتى كي نقراو دوزيام سيمستر مش السيمستر الاولى هنا معناها رجعنا شويه قرينا في شويه صالات منه ومنه ويدخل هذا معناها حيز الاستغلال ونبداو نقرا. هذا معناها ما فماش خطر على ما يبدو انه ظاهر فيها حتى العام الجاي باش نبداو نقراو فيه. هذه شنو مشكله اداره، مشكله معناها كما يقولوا هما الكتريسيتي يا اخي الكتريسيتي مش تضرب 6 اشهر ولا 7 اشهر وما تصلحش، معناها بوان دانتروغاسيون. كل صدق احنا كطرف معناش طرف فيه، احنا صحيح وزاره التعليم العالي موجوده في البرنامج هذا، فما وزاره التجهيز معناها هذوما اللي يتابعوا في المشروع. تبقى احنا معناها كما يقولوا ما عندنا فيه حتى شيء، احنا مش نسلموه. الاشكاليات يقولوا صارت بعض الاشكاليات بين مقاول البناء ومقاول الكهرباء، يقولوا تويكا في الفتره الاخرانيه ابارامون تحلت الاشكاليات هذه الكل. احنا نامل ان شاء الله معناها السيد الوالي مشكور معناها قاعد يتابع في الوضعيه هذه، وبلغني انه معناها حتى الموضوع نتاع المقاول نتاع الكهرباء معناها وصلوا معاه في حل، وان شاء الله احنا هذا ايش نأملوه ان شاء الله معناها بدوركم انتوما ان شاء الله كذلك تزيد معناها الاطراف الكل معناها تزيد تلتف، وان شاء الله نوصلوا للحل باش كما قلت لك احنا الهدف نتاعنا نحبوا نتسلموا في اقرب وقت باش الطلبه نتاعنا يقراوا في ظروف احسن من الظروف اللي قراوا فيها السنه. ظروف
نقراو فيها توا مش الظروف حتى نتاع اتيديون عادي نتاع ليسونس باش يقرا فيها، مش حتى نتاع انسير ماستير ناهيك، وانه فهمتني العدد الجملي نتاع الطلبه نتاع احنا معانا تروا ماستير، عندنا لاسري وعندنا ميتيميديا وعندنا ريشيرش، نحكي على الماستير اللي ينتمي له اللي هي لاسري، معناها زهاء معناها 80 طالب ولا 90 طالب نقراو مع بعضنا في صاله ما تعدش باش تهز معناها 30 40 طالب، وهذا مشكل كبير وعلمنا به الاداره مرارا وتكرارا، وما رانا وانه معناها صوتنا مشاء هباء منثورا كما نقولوا فيها، وما فماش نظام، هذا شنو نقولوا، ما فماش نظام في الاداره الحاليه، وهذا هو المشكل الكبير للطالب اليوم سيرتو في الماسينيس هنا وطالب الماستير، وانه الصوت وصلنا تو في حد وانه الصوت الاتيديون تاع الماستير مش مسموع بتاتا. مشكله مش تجهيز ومشكله مش مشكله مش مشكله في النيفو نتاع الطالب، النيفو نتاع الطالب تو سامحني فماش سيرتيفيكاسيون حاجه، ما فماش التيبيات، التيبيات تسدي اغرب 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 معناتها اغرب الحالات انك تدخل تلقى لابو الضوء فيه ما يمشيش، هذه سنين ربي عندها معناتها جامعه معناتها قائمة الذات عندها سنين ربي تلقى الالكتريستي نتاعها ما تمشيش، معناتها تحبس تيبي علاش على جال الالكتريستي ما تمشيش، معناتها سيونس كامله تمشي علاش خاطرش الالكتريستي ما تمشيش. باهي لي سيرتيفيكاسيون لهنا نورمالمون اللي هي مجانيه تمنح للطالب مجانيه، لهنا وين موجوده في الجامعات الاخرى، اش معناتها لهنا في الكيف ما فماش، وين خويا ماذا بينا نحن يسرعوا لنا شوي باش يحضر الديبارتمون هذا، باش معناتها تولي اهتمام خاص بطلبه الماجستير، علاش سامحني على خاطرش طلبه الماجستير راهي مرحله مهمه، راهي مرحله مهمه، انسان انت العام الجاي باش تولي انسان بروفيسيونيل لازمك سامحني اذا كان انت باش تقريه كور تيوري الكور موجود على الانترنت، اذا كان انت ما تكونوش باش نهار اخر يمشي لشريك سوق الشغل معناتها يلقى كيفاش يخدم، يلقى معناتها عنده باجاج، سامحني انت تعطيه معناتها 110 باج تاع فال كله موجود على الانترنت، وديجا كي اللي يجيب لك يجيب ما يجيبهاش نتاعو يجيبها ديريكت من الانترنت، يعني تهبط ماستير تقبل في طلبه والحال وانه مشكل نتاع اللوكان زي ما حضرش، هذه بوان دانتروغاسيون، شنو هو مدير كيفاش يحكي بالطريقه هذه ويقول وانه معناها مشكله في التجهيز ولا مشكله في الالكتريستي سيدي سويتي اخي تاجلها الماستير، مش مشكله تجي روتار العام الجاي وتحضر بالجيل التديونات كلوكال حاضر من نقاط الكل خير من اللي نهبط انا نزرب ونهبط ماستير والحال وانه لوكال مش حاضر، يعني مشكله كبيره. وبالنسبه للامور التجهيز وامور واحده شكون مش تصدق وشكون مش تكذب معناها فهمت ما ندريش اسكو الحديث صحيح ولا ما هو هما خدام، شوف اول مره معناها شوف ناس في الماستير ثلاثه خدام ولا اربع خدام الخدمه اللي هي نورمالمون راه فما شارج في الخدامه باش يزربوها فهمتي باش ما تفوتش الشهر، كان واش نقول لك معناها امور لوجستيه امور تاع بناء امور فينونسمون ما ندريش على المشكله الله اعلم، هذا خارج ارادتي، مش نقول لك عليه هو انه معناها نورمالمون راهو اللوكال هذا سارعوا به راهو معناها نسقوا مع الجهات الكل باش هذا يزربوه ويحكي. إدارة ما اللي موال مدهوم تفضل اخذ بهم نخدموا بها تقسيط، وكي تقول لي ما تجهيز ثم تقسيط تجهيز اللي ما ثم واش اشكالية تاع المقاولات، هاو المقاول مشى هاو ما خداش فلوس هاو ما نسمعوا في الحديث وما شفنا حد شيء تقسيط ما فهمناش، نحن تو نطالبوا تحقيق شوف شكون الجهه المقصره غير باش تحل المشكل، انا طلب انا 240 طالب ماجستير قاعد راهو معناها كله في نقروا فيه في مخبر نقروا فيه في الكو تي دي نقروا فيه في مخبر نفكوا في قاعه مراجعه الطلبه تو امتحانات مش باش يقروا فيه مشكل ما فهمناش وين الجهه المقصره، اصل ان شاء الله ربي يسهلوا كهو بالنسبه لنا احنا بالعكس نحن مصير نحاولوا ماكسيموم باش نحافظوا عليهم، ماذا بينا انتم كطلب والمجتمع المدني برا والجهه وابناء الجهه يحاولوا ماكسيموم يتلموا ويسكنوا مع بعضها باش يحافظوا على المصير، لان دي ماكسيموم كبير. رايك انت لو كانت دخلت وزاره التعليم العالي بصفه معناها جديه كانت تحل معناها؟ والله باش نقول لك وزاره التعليم العالي شنو هي عليها؟ وزاره التعليم العالي يقول لك انا عملت البروجي نتاعي عطيت صبيت الفلوس تو في وزاره التجهيز، التجهيز هي قاعده تبني، التجهيزات تاع المقاول ثم تفرع سيئة ثم مش كثرت
الوزارة تضغط على الوزارة. نجم نقول لك من المتجهيز والتجهيز. التجهيز هو اللي هو اللي يكون الدنيا دي هو اللي عطاها المطار وهو اللي معناها راح يطالبوا بالتسريع على الأقل عندها مدة طويلة معناها عندها عامين عام ونص يمرموا في سبتمبر في 2014 يمرموا في الوزارة. لا موجود وزارة التعليم العالي يعني تبقى المتابعة هنا حسيني أنا أقصر المتابعة كما قلت لك بالضبط المتابعة نورمالمون للطرف الكل لو حتى واحد ما يقول لك لا راني اختار سيوم للطرف الكل إدارة بصراحة طالب إدارة وعندها ديجا أوراق ديجا عند سيدي المدير عنده أوراق كذا طالب معناها التجهيز طالب الوالي طالب السوس والأشراف الكل لا نشوف الاشكال حسب قرايتي الصغيره نشوف الاشكال اللي راهو في التجهيز ماهوش في حتى مصرف وزاره التعليم الاني ثاني ممطور لازم نطالبوها معناها كل معناها ود معناها باش تجي معناها تشوف تابع حتى تابعتنا مدير عام تابعتنا رئيس الجامعه كذا نشوفوا الاشكال ونسرعوا فيه خاطر نحن راهو الاشكال شكون الضرر في الحكايه كلها تو الاداره هي تخدم عندها حتى مشكل الضرر هو هي مصلحه الماجستير وطلبه الماجستير هم المنظر.